السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات الجمال الطبيعي مع خديجة. اليوم إن شاء الله غنحضروا معكم مسمن معمر بالخليع بطريقتنا الخاصة. المهم بالنسبة للمقادير اللي نحتاجه، غنبداو بالعجينة هي الأولى. غنحتاجو كيلو ديال فورس ونص كيلو ديال القمح ديال الزرع، غنضيفو ليه قبصة ديال الملحة وخمارة، ساشي ديال الخمارة ديال الحمرة الحلوة الحلوة. وغنعجنوهم غير بالماء، بسم الله، ما بارد، ديال الروبيني، غير ديال الروبيني ما بارد. صافي، غنجمعو العجينة ديالنا، غنخليوها ترتاح وغادا نبداو نوجدو لاصوص. بالنسبه للحشوه اللي غنستعملو في هذا المسمن اللي معمر، غنستعملو الفلفله حمراء حلوه مقطعه طريفات صغار، والبصله حتى هي مشلطه رقيقه كيف ما كتشوفوا. غنحتاجو الزيتون حتى هو مقطع صغير، غنحتاجو الزيت والملحه والابزار. بطبيعه الحال غنحتاجو الخليع بحال هكايا، غنشدو غنقطعوه طريفات صغار. هاد الخليع راه صايبناه في الدار، كنصغبوه حنا في الدار، ما كنشريوهش. بالنسبه اللي ما كيعرفش يصغبوه، يقدر راه كاينين في المتاجر الكبرى، راه كاينين لي بوا تاع الخليع كيتباعو تما، كاين اي متجر، سواء مرجان ولا بيم، ولا كاينين لي بواط تاع الخليع كيتباعو، تقدروا تستعملوهم. حنا كنستعملو غير ديال الدار، كيجي رائع وكيجي بنين، وكتعرفي شنو مديره فيه. المهم غنقطعو الخليع ديالنا بحال هكايا طريفات صغار حتى نكملوه كامل. ناخذ غير الخليع. بالنسبه للزويته اللي ديال الخليع، فغنستعملوها في المسمن الداخل، وغنستعملوها حتى ملي غنكونو كنشحرو الفلفله والملح والبصله ديالنا باش نسموها، وكتزيد البنه على بنه. نحرو البصله ديالنا، غنضيفو ليها الزويته ديال الخليع اللي قلت لكم باش نسمو البصله وتجي بنينه، كتجي بنينه حسن من انك تستعملي الزيت عاديه. وغنضيفو ليها شويه ديال المليحه والابزار، غير شويه حيت الخليع كيكون مالح ديجا، دونك غديري ليه غير شويه ديال المليح والابزار حتى هو صافي. غنخليوه يتشحر حتى كتهبط لينا البصيله ديالنا. كيف ما كتلاحظوا، هذه هي البصيله ديالنا ملي شحرناها، كتمشي بحال هكايا كتنزل. دابا غنشحروا الفلفله ديالنا. غنديرو ليها طيب بحال بحال البصله، غنديرو ليها الزويته ديال الخليع. شويه المليحه، ما نديروش التوابل حيت الخليع اصلا كيكون متبل، ما كيحتاجش التوابل بزاف. نديرو غير شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه حيت كيكون مالح ديجا، وصافي غنخليوه بحال هكايا حتى تهبط حتى هي تشحر. صافي،
شحرنا كلشي، دابا غنصغبو نخلطو لاصوص تاعنا. غنضيفو الخليع للبصيله ديالنا اللي شحرناها، ونقطع هنا طريفه الخليع نقطع طريفه الصغار، نزيدو غنضيفو ليه الفلفله، نزيدو الزيتون مقطع يكون صغيور، كلشي يكون صغيور. صافي غنخلطوهم. ها الحشوه ديالنا وجدات، دابا ندوزو للعجين ديالنا. دابا غدا نبداو التوراق ديال باش نعمرو المسمن ديالنا. كيف ما كتلاحظوا كاينين خدينا العجينه درناها غير قريصات صغيورين، وكاينين الكبار كيف ما كتشوفوا عندنا، ولكن الصغيورين ديروهم كتر من الكبار، حيت غدا تشوفوا كما تشوفوا في الطريقه غدا تشوفوا غتلاحظوا علاش درنا الصغار بزاف والكبار غير شويه. دابا غتشوفوا الطريقه ديال التعمار ديال المسمن ديالنا كبيره. دابا غناخذ وحده كبيره غنورقوها مزيان حتى تورق، وحده صغيره عندي غنورقوا وحده كبيره وغنورقوا حتى وحده صغيره. ورقوها بالزويته ترقق مزيان تتولي شفافه كيف ما كتلاحظوا، القصعه كتبان لينا من التحت. من بعد ما رققنا هذه مزيان، الكبيره رققناها والصغيره حتى هي رققناها، دابا غنديروا الصغيره فوق الكبيره كيف ما كتشوفوا في الوسط بحال هكا الوسط. وغرقوا عاوتاني وحده صغيره، غنعمروا نديروا لاصوص في الطبقه الاولى وغنطلقوا عاوتاني وحده صغيره. غنجيو عاوتاني ونحطوا باش رققنا صغيرة عاوتاني الثانية، غنحطوها فوق الحشوة ديالنا وعاوتاني غنرقو وحدة أخرى. الحشوة كتجي طبقات وكتكون مورقة مورقة، كتكون كيجي مسمن مورق، كتكون عجينة فوقها. عاوتاني غنديرو الحشوة الحشوة قليل شوية، كتجي الحشوة في مختلف الطبقات، كتجي مورقة، الشكل ديالها كتجي رائعة في المذاق وحتى في الشكل. أنا رققت دابا وحدة صغيرة غنديروها فوق الحشوة ديالنا أو تاني. ديروا غير شويه شويه ديال لاصوص في كل طبق، صافي. هذه هي الطبقه الاخيره اللي عندنا، غناخذوا شي موس وغنقطعوا العجينه ديالنا على هذا الشكل. هذا كايا وكنبقاو نجروا نديروها لداخل بحال هكا، كتجي رائعه، كيجي المسمن ديالنا مورق وعامر ما كيجيش معجن من الداخل.
كلشي زوينه رائع. يلا غنوضعوها تطيب. العافيه مهيله طيب على خاطرها، وكل مره نقلبوها. هي دابا غير غنحسو بها بدات راسها غنقلبوها باش كتجي هشيشه وعامره ومورقه من الداخل، كتجي رائعه في المذاق وحتى في الشكل، كتجيش مدقسه من الداخل. شكي كيجي اللون ديالو كيجي رائع، شي الشكل ديالو كيجي رائع مورق. إذن حبيبتي من بعد ما طاب مسمن هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي محمر كيجي مورق من الداخل، كيجي رائع وبنين. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لينا لايك وتشتركوا في القناه الى ما مشتركينش، وتخليوا لينا تعليق على ارائكم واقتراحاتكم في القناه. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.